ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك انت خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده لقمه كده على الماشي؟ الله، ده انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه، ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش ليه الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش ليه. ها زوج حتى انك ما بحلق لي كتير مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوب لي اجليطس. اتفضل بلاش السايب، خلي لك زياده اكليطس. كتر المزه اكليطس، اكلهم مزه ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المده، حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف فركبك ذنوب؟ ايه 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 عندك انت؟ مرزوق حاسب، حاسب مرزوق. خير خير. درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. همني جمال ناس وهي شرب الحرج يا رجالة، شرب الحرج. حزين رزين على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف. يلا ولوتك انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. اه ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوريو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، انت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. كسروك السير بس ما تقتلوشي، انا هخلص عليه بمزاجي. على واحد مش مرجله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجوش دول Thank you.
هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلب انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. اه. قول لي العلم دي كانت ترقبل لك ليه؟ حرقت خمرت مشريه. يا نهارك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجيلي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها. قلت لك ما تتصرفش على الفلوس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعادة البيه ودي في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اكل ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص 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 ولادك ولا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفاية مين؟ أه يا حبيبتي. أيوه مش عارف أنام. ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي اتفضل السعادة بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق ده يا سعادة البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعادة البيه؟ تفتكر أعمل لك إيه؟ أمسك شومة وأقف أستناها على المصية؟ لا يا سعادة البيه بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعادة البيه. زهرة جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنة محاماة نقد وإجرام أوسخ نفسي مع أشكال بالشكل ده؟ طب وأنا أجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعادة البيه؟ أنا رحت خالص. أنا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري. عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نظيف. اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخمارة وعرف سكتك ما تنزلنيش. فاهم؟ فاهم يا سعادة البيه بس الولد دول حاسس. أمين بقول لك إيه؟ مش عارف أنام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا أخويا اتفضل. سعادة البيه شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريب الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليله. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات. عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة.
تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ بس سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه في امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيديني 10% والبيع هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصل عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ هديك تكبر حد النهارده؟ انت بتشتغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكاية دي فيها ان ايه؟ فيها ان العمل صح. انا واقع من جوه ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمة. هاكلك احلى طبق كشري. كشري لا 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 بلاش شط دي ملهلبة قوي. حد صبعك فيها وهي تبرد. هي يا معلمة الشط خفيف. ماشي ثلاثة دوبل صلصة زيادة بس خلص. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرى يا سيد ما تقف قوي وتتكلم عادي لما انا مستني لما واحده زي بتعدين. انا لا زي زي ولا قد قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمرت ايه؟ بأمرت ما هصيح دمك السعادي. مرزوق في ايه يا بطل؟ اسال بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمه، الراجل بيضحك معاك. ده محل اكل عيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرأ يبقى يروح لأراجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا نعمة لو عملتها تاني. هتعمل ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده. ماشي يا اسطى. ليليا. نعملها معاك. هتبص فين القهوة يا من عينيا ست كل. سليمة الحمد لله. انا عارف بيجروا كده ايه؟ مش راح من الشارع في ناس. ناس مين يا عامد؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكينج يا سيدي. كينج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكارها حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يا اب؟ دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هالة. يمين الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت العقل معاك قاطع. خلاص بقى. اوه ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي منسجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص أهو باقي أهو. خليهم اتنين.
2 جنيه. 2 حلوة يا حاج خلاص. وايه ده الحلو؟ ورحمة والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح. ده ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص. ادي باقي اهو كمان. كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحاج علي ابو السيد ابن الحاج علي. الحاج علي ابو السيد ابن الحاج علي. بطاقة شخصية ولا عائلية؟ شخصية. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقة طالعة من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الأشول الشهير بسونة. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. خمسة. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امتى حد يبارك لنا في البركه؟ ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا اشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. هنا الاشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. العالم دي كلها المؤاخذه يا كوتش، اصل وانت في السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه؟ وتحكها في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شام. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي كوتش ادينا احسن. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمه دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته وشيل لي منابع. يلا العينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بتعشي. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري.
اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. طلعوه. اللي بعد. مش عارف ازاي. خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يالا؟ بركات. حسن لاش ولا سعاده البيت؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاسود؟ ده هو سعاده البيت. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح يا بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له يا بركوت. انت بقى الاسود. ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه. اصبر. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس هاد انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيالك؟ انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ حلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني حصل بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حقي بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيدي الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديته فلوس الراجل ده فين؟ يا سعادة الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك.
خدهم امين يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه ده هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربيه مسروقه. ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه ملهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا وديني الابخار عليك. صباح النبي يا صباح النبي يا الساعه. صباح النبي. امشي. لا اله الا الله. وباله. انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. يا ابني ايش عيال تعبان ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله. ده حرام كتير. والنبي ابن حلال ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري اخد طعمي. يلا تعيش يا باشا. هتعمل ايه؟ سيبتك خلاص على وش المصايب ده. انت هتطفي نفوخك جد؟ وانا عاد فيها نفوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوك. سيبه الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينا متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعوهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه مالهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات. انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه ادي باكو وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. بتنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك. طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المؤطر. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه كل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى كفاية أرجوك.
اه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حد الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خليه. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عيني حالا نجيب الساعه. ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عيب تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20% ولو زودت هيبقوا 25%؟ مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. لقليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبحللك بقك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلل بعبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه. ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ كل يوم انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركينا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه صحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاري اكلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي 100 من المزارع و100 من المعلم بلاسي. كل حموله ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربيه بطيخ تعدي لازم تدفع له. واللي ما يدفعش ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3 4 بواكي في اليوم. ارزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا اكتر من تجار المخدرات. قبل ما يخلص يا بندية. يلا 3:30 3:30 الواحدة.
يا بلاش ثلاثة ونص الواحدة. ادي 100 حباية. سواد عمال الرجالة ما تفرغ نقلة بتاع العربية اجيب تمن نقل مع البلاش. قرب يا بلاش الواحدة ثلاثة ونص. ادي 100 حباية قرب. يلا الواحدة ثلاثة ونص 100 حباية يا بلاش قرب معلمين. الواحدة ثلاثة ونص 100 حباية وادي 200 حباية. الواحدة على ثلاثة ونص يا بلاش قرب معلمين. ده كده كتير يا غلطة. والله انا عبد المأمور عندكم صاحب المال اتفاهموا معاه. حاجة بالعقل. لما تقع علينا البطيخة بثلاثة جنيه ونص هنبيعها للزبون بكام؟ ان شاء الله بمية. انت دافع حاجة من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذة؟ فتح شؤون اجتماعية ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شوية عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه. لسبوبة تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذة اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي قلطة. نعم ايه يا معلمي؟ شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية باربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه أربعة جنيه. بقول لك إيه؟ يا حمولة العربية كم بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطة وده نصيبك يا زوكة وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلك حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكة. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولادة. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكافي. دي ما تكفيش غير نعلي جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاسه بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمي في ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيه. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين. واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي. مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. انسى مصرط الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاته جاهز يا صاحبي. مع المقابض الصلاة على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا شخلي لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناة عشان ادفع؟ ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربية بالهداوة بس يا معلم. تعال بس عايز كام؟ 200 جنيه. تعال انا حدهم لك. تعال. معكش ولعة؟ معايا. اه
حاضر يا كوتش حاضر. الرجاله بركاته اوصل لابو نعيم خليه يجيب العمده والغفر ويكلم المركز انا هجيب لهم الحكومه كلها تبنى يا بلدينا صلاح النوبه عشان خاطر الست طب شخلل نعم شخلل جيوبك عشان تعدي ما هو خوليو قلبهم طلع كل اللي معاهم وعلى اقل من مال معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل بدينا 100 بطيخه بسعر امبارح يفتح الله طب خليهم 50 يا معلم الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم ملناش بركه الا انت يا معلم خلاص عدم المؤاخذة الحباية بخمسة جنيه ده كده كتير يا معلم الزبون مش هيدفع مدام الحكومة سعرته خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومة صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام خد فكرة واشتري بطيخة لبكرة باتنين ونص تعالى بص اتنين ونص يلا بينا يا علمين يلا بينا يا معلم تعالى بص اتنين ونص تعال بص اتنين ونص اديله مية مية وخمسين مية وخمسين اتنين ونص اديله مية وخمسين خمسة وسبعين خمسة وسبعين اتنين ونص اتنين ونص مية وخمسين على طب اتنين ونص تعال يا بص تعال يا بص اتنين ونص قول لاخور قلت ايه 150 150 اتنين ونص تعال يا بص اتنين ونص تعال يا بص اتنين ونص ماشي يا صاحبي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة 11 12 اتنين معلمة اتنين ونص اتنين ونص اتنين معلمة اتنين ونص اتنين ونص اتنين ونص وتعال لو بص اتنين ونص اتنين ونص وتعال لو بص يلا يلا انت قوم من هنا احنا واقفين في ملك الحكومه هو احنا واقفين في ملك ابوك 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 يا روح امك بس يا جدع انت قوم ايه يا معلم بلاس دول عيال مرضيه عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص
ولو سبناها مفتوحه عدم المؤاخذه على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقع في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. ليه اتكلم؟ عايزنا نبيع له حمولته العربيه عشان هو يبيعها بالسوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت يا بيه رمي الجاتا تبيه؟ جتت يا ابني. الله 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 عيني. في عرضك يا حكومه. في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوه على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص وتعالى بص. اتنين ونص تعالى بص. اتنين ونص تعالى بص. تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعالى بص. اتنين وبس. جرى يا باشا؟ انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله. امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ لاسع مني 10 بواكي هو الواد صح. معقوله دي؟ حد يلسع من الباشا بريزه؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله. يعني دي مش اول عمليه يعملوها العيال دول؟ اكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشويه عيال زي دول. امال عدم المؤاخذه سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم يا اخويا. وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الاقل حتى تدينا خبر؟ ايوه ما هو لا اله الا الله. ما قلت لك ان الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وانت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ 10 بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخماره بتاعت مشري؟ بالذمه مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكله يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده. والا هيكون موقفكم زي الزفت. الله. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. المأشفين دول استحاله طبعا. يعني عدم المؤاخذه نشوف لنا صرفه معاهم؟ لسه بتسال يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامه. اتفضلوا. الو انا امين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. اي خادم. اهلا يا معلمين. افتحوا الطريق. مش لزوم يا معلم. هالشاوي الدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما يدفعوا. ابص لقدام. ¡Suscríbete!
لا انا مش نايم، ده عربية الباشا. باشا thank you.